أهلا بكم من جديد، أرحب بك مرة أخرى سيد فؤاد. وقبل أن نتحدث عن المؤتمر الذي عقد في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، كيف تقيم وترى المشهد الاقتصادي العالمي بشكل عام بداية؟ لا شك أنه ما حصل بسنة 2008 بيجبرنا كلنا لنعيد النظر، هل يا ترى النظام المالي المعتمد من بعد حرب العالمية الثانية، النظام الأنجلو ساكسون يعني، نجح أو فشل؟ أنا بعتقد خدم صلاحيته، يعني خدم مرحلة اللي كان موجود فيها، لأن المعطيات اللي صارت ما بعد حرب الخليج آخر مدة 10 سنوات الماضية غيرت المعطيات، المداخيل تغيرت، موازين القوى تغيرت، متطلبات الشعوب تغيرت، بينما النظام المالي لم يتغير ويتأقلم مما هو مطلوب بالمرحلة الجاية. إذا كان صالحا لفترة معينة صح. والآن مع تغير المعطيات من المفترض تغييره؟ من المفترض تغييره، بس المشكلة أنه نحن اللاعبين الأساسيين يلي هن أمريكا وإنجلترا طبعا مع أوروبا بشكل ما لم يقتنعوا بعد أنه هناك أخطاء بالنظام القائم ويجب تصحيحها، عم يحاولوا يصححوها بإطار نوع من أنه الدعم، بس اليوم هذا الدعم يتنافى مع مبدأ النظام الاقتصادي الحر، لأنه إذا كان بده يكون في عنا اقتصاد نظامي حر لا يمكن أن يكون تدخل من الدولة لحماية المصالح الموجودة الدولية. من هون نحن شايفين أنه يجب إعادة النظر، وخاصة أنه اللاعبين الأساسيين اليوم هن خارج الدول أوروبا ودول أمريكا. يعني اليوم إذا نحن عم نطلع على الصين يلي هي لاعب أساسي بالمرحلة القادمة، ودول الخليج إذا اجتمعت مع بعض طبعا لنا دور أساسي فيها، وخاصة أنه اليوم مع مداخيل الخليج اللي صارت موجودة، مجلس تعاون الخليج بشكل عام يمكن أن يكون سابع أو ثامن اقتصاد عالمي في حال جمعت مع بعضها. طيب سيد فؤاد، تتحدث عن لاعبين أساسيين أم لاعبين أكثر من لاعبين؟ لاعبين اليوم كان عم يحكي الصين ومن؟ وأمريكا. اليوم بالزمانات كان عم يحكي على G8، بعدين تحولت كانت G6 G7 G8 وصلت للجي 20، هلا عم ينحكى بالجي 20، هذا لازم نتكلم عليه لانه هذا يعطي دور للعالم العربي فيها. بس بالفعل اليوم اذا نقرا التحاليل الاقتصاديه بالعالم نرى ان اللاعبين الاساسيين يلي عم يعني يحطوا بعمليه سير الاقتصاد العالمي هي المكنه الاقتصاديه الامريكيه والسوق الانتاجيه بالصين، يلي بالوقت عم تصفي هن اللاعبين الاساسيين بالعالم بالمرحله هذه. برأيك يعني هل بدأ العالم يتعافى من هذه الأزمة أم أنه تأخر في التعافي منها؟ أنا أعتقد أن النظام الغربي تأخر بعملية سد الثغرات يلي وجدت بال 2007 و 2008. لم يكن هناك أي حكومة ممكن أن تعترف أن هناك فشل بالنظام الاقتصادي. حاولوا. سأسألك إن كان العالم يعترف بضرورة وجود نظام اقتصادي جديد مختلف عما كان عليه سابقا. تعرف بالدول الكبيرة لا تعترف بخطأها، بينما تبرر التغيير بضمن المعطيات. لو نحن بسنة 2007 عندما حصلت مشكلة المشاكل التمويل تبع المنازل والمورجج بإنجلترا يلي صارت فيه إنجلترا، واللي كان عمل كتير انه يجب اعادة دخل، كان في قرار من الحكومة البريطانية بهذيك المرحلة انه تخفيف من اهمية هالمشكلة اللي كان حاصل، وعملية انه التأخير بالدفعات عن الديون تبع المنازل اللي بياخدوها الانجليز. هالشي عمل نوع من ردة الفعل بقطاع العقار بأمريكا. هاتنين لو اليوم تدخلت أمريكا وتدخلت إنجلترا بالوقت الصحيح لسد هالعجز الموجود وإعادة الثقة، كان المستهلك ما خسر الثقة الموجود اليوم. إذا لاحظنا بخلال آخر 18 شهرا كل الكم المال يلي نحط يلي هي تعتبر بتريليونات الدولارات لم تعطي الثقة بعد للمستهلك انه يقول انه صار في يمكن اعاده الدوره الاقتصاديه بالمجتمع. طيب بماذا تفسر ذلك؟ يعني الم يكن هناك وعي وادراك بحجم الازمه منذ بدايتها، ام لم يكن هناك شفافيه في التعامل معها؟ باخر بايام الرئيس ريغان بامريكا باواخر ايامه، كون انه كان في ويعم النمور الاسيويه مثل الصين ومثل اندونيسيا ومثل الهند ومثل هالمواضيع، هالفورة بوقت لما كان الاقتصاد الأمريكي كان متأثر، النظام البنكي المصرفي بأمريكا حاولت أنه تخفف من القوانين الانضباطية والإشراف اللي كان موجود، وانسمح لها
أن تتعامل بالفلوس الموجودة معها. تعرف بالبنوك في عندك حق احتياطي يجب أن يثبت دائما بالعملة، يكون مسيل يعني بالكاش، حتى إذا صار في أي خضة بالبنك يكون في عندك السيولة الموجودة تغطي الخضة. لما بآخر أيام ريغان واللي بعض منهم موجودين اليوم بالإدارة الأمريكية الحالية، أخذوا قرار بالكونغرس لتخفيف هالروابط الضوابط الموجودة على البنوك واستعمال المال بما يعتبر بعدين بسموه الانفستمنت بانكينج أو المصارف الاستثمارية، يلي صفت عم تلعب بقى بورصة، يعني صفت بدل ما تتعاطى بالنظام المصرفي تعاطت بمبدأ البورصة والتعامل بالفلوس، مما ضعف النظام المصرفي بأمريكا وبالغرب كلياته. لكن اليوم ما هو موجود بمحاسبة وبدفاتر البنوك كيف سيتم التعامل مع هذه التوصيات؟ هل يعني من المفترض أن يكون هناك مراجعات دورية لمتابعة هذه التوصيات وآلية تنفيذها؟ لا شك أنه مركز الاي اي اس اس اللي انعمل بالبحرين مركز أساسي وعنده الخبرة والمصداقية، خلينا نقول بالمواضيع اللي حضرها بالماضي، يلي نحن بنفتقده بالمنطقة، أنه دايما منجيب الغرب على منطقتنا لحتى نستنور منهم، واللي هي فكرة كتير منيحة، بس نحن العرب إذا ما كان في عندنا ماكينة متابعة من داخل المنطقة رح نضلنا بالآخر رافضين لعملية ما هو يفرض علينا من الخارج. هالمؤتمرات كتير منيحة مثل ما تفضل معالي الوزير، وبعتقد الكلام اللي قاله كتير دقيق بعملية الوصف اللي صارت فيها، بس نحن مشكلتنا دايما لما بنحضر هيك مؤتمرات ليس هناك ماكينة متابعة، سكرتيرية متابعة للوصول انه هالتوصيات هي عم ترسل، هي مش فقط معظم هالاجتماعات بنطلع وثيقة اخر شيء اللي توزع يا بالايميلات او بالورقية للعالم تتقراها، بس ما في ماكينة متابعة خلفها. واليوم مثل ما تفضل معالي الوزير، المصدر التمويل الاساسي ما بقى في البنك الدولي، ما عم يشارك بكميات كبيرة، الاتحاد الأوروبي ما عم يشارك كميات كبيرة، الأمريكان محدود الفلوس اللي عندها، الفلوس هي موجودة بمنطقة الخليج، لكن يجب أن يكون هناك متابعة لأي من هالأفكار مع دول الخليج مع حكومات الخليج، وأنا بعتقد مرة تانية لازم نشوف مشاركة أكبر من دول الخليج بهيك مؤتمر. طيب إذا ما عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي دوري، ألن تطرح هذه الوثيقة في المؤتمر القادم مثلا يتم مناقشتها بس راحت سنة تطبيقه منها؟ بس ما احنا مشكلتنا انه الاوضاع الاقتصادية اللي عم نمر فيها يجب حلها يوميا، لا يمكن الانتظار مدة سنة لسنة حتى باخر نعمل متابعة على هالمواضيع. انا اقتراحي انه مفروض هالمركز يكون في عنده سكرتيريا دائمة يلي تتابع هالتوصيات ويكون في عملية متابعة دورية لهالمواضيع بمعزل إذا تم اجتماع المنتدى أكثر من مرة بالسنة أو أكثر. لأنه إذا مثل اليوم نحن كنا بالزمانات المشاكل منا عم تتفاقم بالشكل اللي عايشينه اليوم، اليوم في مشاكل كثيرة، وإذا ما كان في متابعة أكثر من اللقاء مرة بالسنة أنا بعتقد ما حنوصل للنتائج المطلوبة. طيب سيد فؤاد، يعني كما تعلم رغم أن الأزمة المالية العالمية مست جميع دول العالم دون استثناء، إلا أن تأثيرها كان متفاوتا من دولة إلى أخرى وأحيانا من دولة إلى أخرى من المنطقة نفسها، بماذا تفسر هذا التفاوت؟ السياسات الاستثمارية والتخطيطية والاقتصادية اللي كانت مطروحة ما فيها عملية انه بلدين بالمنطقة وخاصة منطقة الخليج يلي كان متبع نفس طريقة الاستثمار، مثلا المملكة العربية السعودية اللي هي اكبر اقتصاد موجود بالمملكة، سياسة المملكة هي انه تاخذها على خطوات بطيئة بس خطوات ثابتة، مشان هيك التأثير يلي صار بالمملكة لم يتتعرض المملكة مثل ما تعرضت غير بلاد فيها. الشغل الثاني مثلا إمارة أبو ظبي، إمارة أبو ظبي كان عندها السوفرين فند يلي هي الـ الأموال الدولة يلي في عندك الموجودة فيها، هول كان في عندهم استثمارات دخلة من الاستثمارات أكثر من دخلة من النفط، يعني كان تتفاوت عملية التعاطي بالنسبة للرؤية المستقبلية فيها. مشان هيك بنشوف يلي كان عندهم خطوات اقتصادية على المدى المنظور الطويل ما تأثرت مثل يلي كانوا عم يتعاطوا بالأمور أنه الاستفادة من الأمر الواقع اللي نحن عايشين فيه. هذا لا يعني أنه ما حصل في دبي، لأنه بعتقد هذا الفكرة الكل عم يتعاطوا فيها هو كان خطأ. دبي نموذج لا يمكن للغرب أو لأي دولة عربية إلا أن تدعمه. اليوم كلنا بنعرف الأصولية الموجودة المتفشية بالمنطقة، يجب أن يكون هناك نموذج يلي لبنان لسوء الحظ كنا نحن هالنموذج التعايشي، بعد اللي صار عنا بلبنان خسرنا هالنموذج التعايشي وما بقى هو النموذج اللي يمكن أن يفرض على المنطقة.